امبارح ابرز الاحداث مشاركه مصر العالم لاحتفال بساعه الارض. كان في عدد كبير من الهيئات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني طفت النور وكل الاجهزه الكهربائيه الغير ضروريه لمده ساعه من 8:30 بالليل لحد الساعه 9:30 بالليل. دي طقوس الاحتفال بيوم الارض، وده عشان نقدم رساله قويه بضروره الحفاظ على الموارد الطبيعيه للاجيال القادمه وكمان الحفاظ على البيئة. طبعا مشاركة مصر السنة دي في الاحتفال بساعة الأرض ليها طابع خاص جدا، وده لأن مصر هتستضيف قمة COP27 للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي. المؤتمر من المتوقع أنه يكون فيه مبادرات وتعهدات دولية على مستوى كبير وعالمي للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ مشروعات تساهم في مواجهة الاحتباس الحراري اللي بيهدد الكوكب كله. عشان كده الاحتفالية انطلقت امبارح من شرم الشيخ وركزت على أهمية تعزيز الوعي عند المواطن بأهمية تقليل معدلات الاستهلاك في الطاقة ووقف الهدر في الموارد، وده من خلال أننا نحاول نغير ممارساتنا اليومية وسلوكياتنا عشان نقلل التأثيرات السلبية اللي بتحصل للبيئة وبتسبب تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري. أكيد يا أستاذ لي، يعني لو كل واحد بدأ بنفسه مش هينفع نقول هي جت عليا، لا صح. لو طفينا النور، لو طفينا شلنا فيش الكهرباء، كل واحد يبدأ بنفسه، دي مشاركة لينا ان احنا نقلل استهلاكنا وكمان نحافظ على البيئة. مظبوط، وبشكل عام دي تبقى حياتنا، يعني مش لازم طبعا. مش لازم في يوم ساعة الأرض بس نعمل كده. بشكل عام انت مش محتاج الكهرباء، ممكن تطفي النور، لان انت كده كده اصلا انت اللي هتدفع الفلوس، يعني انت كده كده هتسيب النور والع، وفي نفس الوقت انت هتدفع فاتورة كهرباء كبيرة، هتسيب فيش موجودة وانت ما بتستخدمش المروحة، ما بتستخدمش اي تلفزيون مثلا، لان ده برضو استهلاك للكهرباء. فياريت نراعي حاجة زي دي كويس، لان هي في النهاية برضو احنا اللي بندفع تكلفة فاتورة الكهرباء. ودي بالمناسبة إيمان، وانت بتتكلم عن مشاركة مصر في هذا الحدث، دي مش أول مرة مصر بتشارك في هذا الحدث في ساعة الأرض. مصر من أوائل الدول بالمناسبة اللي شاركت في هذا الحدث من عام 2009، ومن وقتها مصر حريصة على المشاركة كل سنة. خلينا نوضح يعني إيه ساعة الأرض. دي ساعة أو بيتم فيها إغلاق كل الأدوات الكهربائية والأنوار اللي ملهاش أي احتياج في هذا التوقيت. مبادرة عالمية بينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، وبتكون يوم السبت الأخير من شهر مارس كل سنة. هذه المبادرة انطلقت في 2007 من مدينة سيدني الأسترالية، وقتها عدد كبير من المطاعم والمنازل وحتى الأوبرا بالمناسبة طافت النور لمدة ساعة واستخدموا الشموع بدلا من لمبات الكهرباء. السنة اللي بعدها في 2008 شارك في هذه المبادرة 400 مدينة حول العالم، منها أتلانتا وسان فرانسيسكو وبانكوك وكمان دبي. أما السنة اللي بعدها في 2009 فكانت أول مشاركة لمصر، وكانت من ضمن 88 دولة و 4000 مدينة و 929 معلم من معالم الشهيرة في العالم، كلهم شاركوا في هذا الحدث المهم، لحد ما أصبح عددهم دلوقتي قد إيه؟ أكثر من 188 دولة. وأصبحت هذه الدعوة وهذه المبادرة اللي انطلقت من سيدني هي أكبر حركة شعبية في العالم كله في مجال البيئة، وأصبحت كمان مصدر إلهام للأفراد والمجتمعات والشركات وكمان المنظمات عشان تساهم في التصدي لأزمة تغير المناخ، وتكون دعوة كمان للتصالح مع الطبيعة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.